هل يجوز أن نقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد؟ النبي لما علم كعب بن عجرة الصلاة عليه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.